السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين شهوات أم العربي، غادي نوجدوا مع بعضياتنا كيف شفتوا في الصور واحد البسبوسة تشيز كيك. يعني هي بسبوسة وتشيز كيك في نفس الوقت، كتجي لذيذة بزاف. اش غنقول لكم شي حاجة عاوتاني مغايرة على البسبوسة أو التشيز كيك العادية. فاحنا جمعنا جوج وصفات في وصفة، عطاونا واحد المذاق اللي هو هائل بزاف. فلهاد الوصفة أول حاجة اللي غادي نحتاجها واللي درتها في الطحانة ديالي اللي هي هاد البسكوي. المهم ديروا بسكوي ماريا، أنا عندي غير هذا. أي بسكوي عندكم ما فيه لا شكر لا والو، يعني مذاق محايد وغير بالزبدة. 200 غرام، فهنا احتاجيت 200 غرام ديال البسكوي اللي غنديرو في هاد الطحانة وغادي نطحنو. ماشي تطحن بزاف، انما غير يتهرمش. هنا كيف كتشوفوا تطحن ليا شويه. شنو غادي نضيف ليه؟ غادي نضيف ليه واحد 3 معالق كبار ديال الزبده اللي ذوبتها. انا غادي نطحنو معاها باش ترمل ليا مزيان. ها هي 3 المعالق ديال الزبده ذوبتهم، وغادي نعاود نطحنهم. كيف كتشوفوا غناخذ مول، انا غنديرها في مول مستطيل. ممكن ديروها في مول داير، يعني في اي مول بغيتو على حسب الشكل واللي بغيتو نتوما. فغادي ناخذ لو بيسكوي ديالنا بعد ما ها هو تطحن، ولكن راه خليته شويه مفرشش البنات، ماشي تطحن كاع. فغادي ناخذو غادي نفرغو. انا عطيتكم المقادير مضبوطه صافي. غادي نحاول هاد البسكوي، راكم عارفين الطريقه التقليديه العاديه تاع التقليديه. غادي نبسطو كامل على الوجه ديال المول، وغادي نحطو على جنب وندوزو نوجدو الطبقه الثانيه. غادي نجيب واحد المعلقه وغادي نملس بها هاد البسكوي كامل، يعني نبسطو. وغادي نتلاقاو، انا غادي نكمل نبسط ليه الوجه ديالو ونتلاقاو. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما سويت السطح ديال الطاوه ديالنا البسكوي هكا، فدابا غادي ناخذ الطبقه الثانيه. 4 العلب ديال ياغورت بنكهه الفاني، 4 قطع ديال الجبن المثلث، ولا عندكم جبن المربع ديروه. وغادي نحتاجوا علبه ديال حليب مجفف نيدو فيها 60 غرام. هادو هما المكونات ديال الطبقه الثانيه. فهاد الطبقه راها معروفه، فغادي ندير الياغورت هنا. انا اختاريت هاد الياغورت لانه كيكون عاقد البنات، وهذا هو الياغورت اللي كندير في دانون ولا الرايب اللي كنبغي نصايب في الدار، لانه عاقد وتيجي به زوين عن تجربه. ودابا ولا بواحد النكهه ديال الحامض غزاله.
دابا غادي نضيف هذوك 3 القطع ديال الجبن، 4 القطع عفوا، هي الرابعه، وغادي نضيف هذيك العلبه ديال الحليب المجفف نيدو، فيها 60 غرام البنات. صافي هاد المكونات غادي نميكسيهم مزيان، فهنا من بعد ما خلطتو مزيان فغادي نفرغو فوق هاد الطبقة ديال البسكوي على هاد الشكل. الفران راني دايره حتى يسخن، غادي نسخنو من الفوق والتحت على 180 درجة، ولكن ملي غندخل هاد الطاوة ديالي الفران فغادي نشعل عليها غير الفوق، يعني غادي نخليها واحد 10 ديال الدقايق والعافية شاعلة غير من الفوق ماشي من التحت، نسخنوه من الفوق ومن التحت، ولكن ملي ندخلو الطاوة ديالنا الفران نخليو العافية عليه غير الفوق ونطفيو التحت، وغادي نخليه واحد المدة ديال 10 دقائق. تبقى لينا هاد الطبقة بيضة، لكن مني نقيسوها لقاوها جمدات، يعني نحطو صبعنا عليه ما تلصقش لينا في صبعنا، فديك الساعة راه هاد الكريمة ديال التشيز راها واجدة، وغادي نطلقو باش نوجدو معانا حتى الطريقة الثالثة. دخلت الكريمة ديالي الفران، فدابا غادي ندوزو نوجدو البسبوسة. البسبوسة اللي غتكون هي الطبقة فوقانية فيها بيضة، فيها علبة، هانتو علبة ديال ياغورت فاني، نفس العلبة كيلت بيها وحدة ديال السميدة رقيقة، ونص كاس ديال الزيت، ونص كاس ديال السكر، بيضة، كيس ديال السكر فاني، خميرة الحلوة، وكيس ديال السكر فاني. السهلة يعني غير العبار ديال غير الياغورت هو اللي شدو بيه العبار. فغادي ناخد البيضة، غادي نضيف لها السكر الفاني، الزيت، وغادي نضيف ليها السكر. هادو راه دوك العلب اللي درت في الكريمه مسحتهم وهما خدمت بهم، وغادي ندير غادي نخفق غير بما داب ليا غير السكر شويه، غادي نضيف العلبة ديال الياغورت، غادي نزيد كيف قلت لكم هاد العلبة ديال الياغورت، غادي نضيف هذاك الكاس ديال السميدة، وكيس ديال خميرة الحلوة، غادي نخلطهم، غادي نحطو على جنب لما نخرجو المول ديالنا من الفران. شوفوا خرجت المول ديالي من الفران، فهمتوا كيف كتشوفوا فاش كنقيسها، يعني ما كتلصق لياش في صبعاني. هنا الخليط اللي وجدت معكم ديال البسبوسه غادي نفرغه فوق منها، ودائما الفران يبقى شاعل غير من الفوق، ما نشعلوش لتحت نهائيا، وغادي ندخلو حتى وكان طيب ليا هاد الطبقه ديال البسبوسه، وغادي نطلقها. دائما كيف قلت الفران شاعل من الفوق، ما نشعلوش لتحت نهائيا، راه غطيب لينا الطبقه غير الفوقانيه صافي، وغادي نخرجوها. فهاد الاثناء انا راه موجده واحد السيرو اللي غادي نسقي بها البسبوسه ملي تخرج من الفوق، ونكملوا التزيين مع بعضياتنا. كيف كتشوفوا ملي خرجتها هانتو ها هي طابت وتحمرات العافيه عليها غير من الفوق. دابا غادي ناخد شويه ديال السيرو، هي سخونه، انا السيرو عندي درت به الكيك غولي وبقى ليا، هانتو شوفوا كنخويه تتشربوا، خليته في الثلاجه
وفعلا هو خصو يكون بارد. البسبوسه سخونه، ها هي كيف كنسقيها كتشرب ليا. اي سيرو البنات، هذا غير سيرو فيه السكر والماء وقطره ديال عصير الحامض. ها هي شرباتو، غنخليها حتى تبرد وغادي نزينوها حسب الرغبه. انا غندير شويه ديال الكوك، واحد اللعيبه غنديرها معكم جربتها اليوم ونشحت ليا. البنات الى عجباتكم قولوها ليا في لي كومونتير. طريقه ديال تحضير بيستاش المزور، هو يلا قديتو فعلا تيجي زوين، ولكن راه ما يجي بيستاش بيستاش. مهم ما عندناش باش نشريو البيستاش، غالي علينا، ماشي ما عندناش باش نشريو، وانما غالي الكميه اللي غتاخديها ما كتكفيش. فانا درت هاد الحيله اللي غادي نذكرها لكم من بعد، فإلا عجباتكم خليوها ليا في لي كومونتير وانا غادي نوجدها معكم. فكيف قلت غادي نخليها حتى وكانت تبرد، غادي نعاود ندهنها واحد الدهنه خفيفه، يا اما ناباج يا اما عسل، وغادي نزينها بشويه ديال الكوك وشويه ديال هاد البيستاش المزور، وغادي نتلاقاو في الشكل النهائي ديالها باش تشوفوها كيف كتجي. هي البسبوسه ديالنا البنات، من بعد ما زيناها كيف قلت لكم درت شويه ديال الكوك ودرنا شويه ديال البنات. هذا ماشي بيستاش كيف قلت لكم، هذا غير كاوكاو اللي جبته وحمرته وهرمشته، ومن بعد درت ليه النكهه ديال البيستاش اللي نكهه وملون، وعاود دخلته وخدمتهم مع بعضياتهم، وعاود دخلته للفران خليته حتى سخن والفران طافي، وصافي ولا عندي على هذا الشكل. فإلا بغيتوه نديرو لكم فيديو خليوها ليا في التعليقات نوجدو معكم، لانه كيجي زوين كتزيين. اما البنه البنات راه غير بنه كاوكاو، راه يكذب عليكم الكذاب، واخا بيستاش واخا راه كتبقى بنه كاوكاو باينه. فهاد لاستوس تيديروها الاخوات اللي كيوجدوا الصابلي هكا كيبغيو يزينوا به كتزيين، او ممكن يدار باللوز ممكن يدار بالبيستاش. فكيف غنقول لكم كيبقى اللوز لوز كاوكاو كاوكاو بيستاش بيستاش، واخا نحولوا ليهم النكهات راه كيبقاو كل عنده لوغو ديالو. هادي غير حيله هكا تزيين، ماشي لغرض ما بغينا النكهه البيستاش. اللي بغيتي الا كانت الوصفه فيها البيستاش وخاص تكون البيستاش مركزه، راه خاصنا نديرو البيستاش. فهذا هو التزيين اللي درت، شويه ديال الكاوكاو اللي ملبس بالنكهه البيستاش والكوك وشويه ديال الورد، حلقنا على هذا الشكل، وهذا هو شكلها النهائي. غادي نقطع لكم طريف غير باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل، وغادي تشوفوها تتجي رائعه بزاف. هنا غادي يبانوا لكم دوك الطبقات، هانتو ها هي كتبان لكم الطبقه ديال البسكويت، الطبقه ديال كريمه التشيز، والطبقه ديال البسبوسه ديالنا. كيف كتشوفوا كتجي مسقيه وغزاله بزاف. فنتمنى الفيديو ديال اليوم يروقكم وينال الرضا ديالكم وتجربوها. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من لايك الفيديو، اشتركوا بالقناه ديالي قناه شيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد، ونتلاقاو في فيديو جديد بحول الله.